السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شنو تحضرينا؟ إن شاء الله نصور واحد العصير اللي هو داير بحال مناضة، بحال أورانجينا. بحال أورانجينا. غنصور معاه واحد التحلية أخرى. دابا بنفس المقادير غنصور بالعصير والتحلية. إيه إن شاء الله. أييه إن شاء الله نبداو دابا بالعصير. نبداو به، شنو عندنا فيه؟ جوج ليمونات وحامضة. وعندي هنايا واحد 4 المعالق ديال السنيدة. وانتوما اللي بغيتو تزيدو تزيدو. ماشي على حسب الذوق. عندي والماس حتى هو اللي بغى يديروا الماء بغاش كيدير في عطو الماء. انا كيجيني والماس حسن حيت كيجي بحال المناضه كيعجب الدراري، يعني كيجي بحال المذاق ديال الاورانجينا. بحال المذاق ديال الاورانجينا. انا دابا غادي نوريك كيفاش ان شاء الله. انا دابا هذه غنقطع القشورها ياك، نحيد منها غير ديك الزريعه اللي كتكون في قلب منها باش ما تجيش مره. هذه الزريعه اللي كتكون في قلب منها كنحيدها، وهادي غادي وهادو غادي نقشرهم. تاوما نحيدهم الا كان شي عضم. تاوما نحيد فيهم العظم. غادي نقشرها بحال ليمون ديال العصير ماشي ليمون ديال الماكله، حيت راه هذا كيبغي الماء. كيكون فيه هذا فيه الماء زوين. صافي ان شاء الله نقطعوا كلشي واخا عليه. صافي قطعنا داكشي. انا دابا هذا هو الليمون قشرته، قشر والحامضة قطعتها بقشورها. بسم الله شتيها باش تبان لك. او حيدنا لها العظم، اهم حاجه في الدار تحيدي لها العظم باش ما كيجيش. بسم الله ندير سنيده. كانت الحامض كيبغي السنيده ماشي بحال اللي كنبع عليها هذا. صافي وجد. صافي وجد. دابا العصير ديالنا ضروري خصنا نصفيه، لان كيكونوا فيه خيوط ولا شي حاجه باش كيتصفى باش كيجي زوين. الا فلتات شي عظمه ولا شي حاجه. شي عظمه شي حاجه بانت ليا كدور في مولينكس. المهم كنصفيه. راه كيجي اللون ديالو، هاي كيجي اللون ديالو بحال سميتها اورانجينا. اورانجينا بحال هاواي بحال اورانجينا. لا اورانجينا اورانجينا فوتوكوبي. فين هو هذيك اللي كتساعدك باش تصفي؟ ما كيبقاش بزاف. كنبقى حتى كنصفي كلشي داك يتصفى. صافي هو العصير ديالنا وجد. غادي نديرو دابا يبرد ان شاء الله ونقول لكم شنو نديرو، نزيدو ليه ولا شنو نديرو ليه ان شاء الله. دابا ان شاء الله نديرو في الثلاجة. ماما نعم. دابا من بعد ما دخلنا العصير يبرد. اييه دابا دخلنا صورنا العصير دخلناه يبرد ان شاء الله. التحلية بنفس المقادير ديال العصير. دابا هذا زيد هاد النشا. النشا وغادي نطحنو بالماء. شحال النشا شحال عندنا؟ هذا 3 المعالق ديال النشا والماء، حيت هذا ما نديروش فيه والماء، غنديرو فيه الماء. نشوف الماء واش ندير هاد الكاس ولا نزيد الماء في الكاس اخر. شنو اخر عندنا؟ وغادي ندير هاد الشونتي نطلعو بهاد الحليب. بكاس الحليب ان شاء الله كما العادة. بنفس الخدمة غادي نقشر هاد الليمونات، وهذه غنقطعها كلها بقشورها غنحيدها البصل الكحلي. ان شاء الله صافي قشرتي. كيما العصير كيما الاخر. ندير سنيده اللي بغى يزيد سنيده، اللي بغى ينقص على حساب اختياري. ندير الماء الماء غنزيد كنزيد. خصنا نديرو نفس الكميه اللي درناها في داك القرعه ديال الوالما. شحال فيها؟ 50 سنتيلتر. فيها جوج كيسان تقريبا ديال العلبه. دابا غادي نطحنها ان شاء الله بحال الاخرى. بحال الاخرى عصير. بسم الله. عاوتاني بنفس الطريقه نصفيو. غير انا غنصفي في هذه اللي غادي نولي فيها. ان شاء الله
دابا غادي ندير بعد ما صفيتو غنديروا داك النشا اللي قلت لك انا 3 المعالق نحطو مزيان 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 عاد نديرو فوق العافيه باش ما يبدا شويه الخيوط محدو بارد كنحركوه مزيان ياك وعاد تنديرو فوق العافيه كنبقاو نستمرو بالتحريك شاديك الغوطه واخا ها هي بسم الله ناقصايك في نفس الوقت كان كيسخن وفي نفس الوقت كنطبقو ان شاء الله صافي دابا يعقد ان شاء الله جمت دابا نحيدو من هنا نخليه حتى يبرد شتي يولي بحال هكا عاقد بدا كيعقد صافي غادي نطلع هاد الشونتي ديال كاس الحليب بسم الله هانتي بسم الله صافي نطحنو بحال غادي نديرو بيه بكري ان شاء الله عاد نوريك شنو ندير بيه انا دابا غنعطيه بالسلوفان ونخليه يبرد حتى على ما يبرد لي الاخر صافي دابا كلشي برد دابا هو كلشي برد غادي نحيد نص نص ندرو هنا باش نزوق به ونص اخر غنوريك شنو غندير به هذاك درتي ليه السلوفان هذا درت ليه السلوفان باش ما يديش القشره حتى هو صافي هو حيدتو كاع حتى هو برد بسم الله دابا هذا حيدته دابا هاد الكريمه غادي نديرها هنايا بسم الله هي طيح خلاص تحت راسها نجبدها غادي نطربها ان شاء الله نرد عليك دابا غادي نديرو في الكيسان طربتي بعدا طربتي مزيان طربت مزيان حتى ولات بحال الكريم شتي صافي نديرو في الكيسان دابا ان شاء الله وندير له ديك الكريم كندير له الشونتي الفوق واجدين ان شاء الله في الصحن نجبدهم ونزوقهم ان شاء الله نديرهم دابا في الثلاجه نديرهم دابا في الثلاجه حتى يصحوا ماما نعم صافي دابا كلشي وجد صافي دابا كلشي وجد بسم الله دابا العصا ديالنا برد صافي دابا كاين اللي بغا كيخليها هكا الا ما بغيتيش كتزيدي ليه والماس ولا الماء اللي بغى يخفو اللي بغى يخفو اللي بغى يخفو كنزيدو باش كيجيني خفيف كيجيني مجهد داك الشيء اش كنزيدو مازال الماس اللي ما بغاش كيخليه شي احتياجي وتيسقوا لي اللي بغا اللي بغاه يزيد يخفو يزيد يخفو تيزيدو كيزيد هو الماس ما بغاش يزيد مثلا غير نص هكاك ولا اي على حسب شي ولا يزيد كثر المهم داك الشيء كيبغيو الناس على حسب الذوق حسب ذوقهم اش كيبغي تا السكر تا هو حسب الذوق السكر اللي بغى يزيد اللي بغى ينقص كينقص حيت العصا كاين اللي كيبغي خفيف كاين اللي بغي شويه مجهد كاين اللي كيبغيه مهم حنا ما نعطيوش لهم العبار هما دابا حنا هذا هو العبار ديالنا جوج كنديروا جوج قرايه ديال الماس فهاد الكم هذا العصير هذا القياس هو بارد بسم الله العصا ديالنا وجد دابا نكرزو التحلية بسم الله دابا ندوزو التحلية ديالنا نزوقو ديال الشونسي نزوقو تا هو بارد وجد بسم الله التحلية كلها كتبغي تكال باردة عشيش كنخليوها حتى لاخر لحظة عاد كنزوقها باش نحطوها مباشرة كيفاش بغا يزوقو ماما تبارك الله عليك الله يبارك فيك صافي سالينا سالينا غنشوفو نبداو بالعصير اييه العصير داك الشرفين قلنا العصير الا بغاو يخفو كتر من هكا يخفو بغاو يخليو شويه قاصح يخليو هذا هو الجل كيجي غزال هكا هنا هكا كنديرو ليه كتشوف كيكون فيه النسمه ديال الحامض كيجي فن كيجي زوين وكتجي بحال اورونجينا طبق الاصل وتا السكر تا هو اختياري السكر ما فيهش بزاف السكر
لا السكر هما لا بغاو نحليوه اكثر، باغي الحلاوه تزيد كيزيد السكر. نعطيناهم القياس ديالنا، هذه التحليه، هذه التحليه ديال الصحاب زوينه تجي فينا بيضه كتجي عاقده. عندك معلقه ورينا من الداخل. بسم الله ناكل. قولي ورينا في نفس الوقت. نفس الوقت بسم الله. دابا فاطرين بسم الله. عقدة كان كتجي غزالة أنا تبارك الله عليك. هي كتجي زوينة حيت المذاق ديال الحامض كيجي مميز، اللي كيعجبو الحامض غتعجبو هاد التحلية. المهم هاد الكمية كلها اللي شافوه بربعة ديال الليمونات وجوج حامضات، أييه كتصب لهم تبارك الله العصير الفطور وتحليه للسحور. كتسول لهم العصر الفطور والتحليه للسحور. ماما تبارك الله عليك ما ينساوش يشوفوا التحليه اللي حنا كنا حضرناهم من رمضان الفايت. وتبارك الله عليك والله يعاونك وصفه ان شاء الله. سلام. وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنساوش شاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسمية للقناة، وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء، والاشتراك بالنسبة للزوار الجدد، والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار. وإلى اللقاء.